السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي في بعض الإعلانات اللي بتنزل كتير، الإعلانات كاذبة، تمام؟ قولا واحدا، هي بيبقى ليه هدف معين، لا إما هو بيحاول يجمع سبات، لا إما بيبقى هاكر، تمام، وبيحط لك حاجات وهمية تخليك تخدع وتضغط على الروبوت، بيحرك غريزة الطمع عند الإنسان. هنا مثلا بيقول لك إيه، إن المرتب 89,250 ريال، يعني تحديد المرتب ده ما بيكتبش في الاعلانات، ده لما بتتفقوا مع بعض، لان يعني حسب كفاءتك وحسب خبرتك والحاجات دي كلها، فما فيش حد بيبقى متوقع حاجه بالكسور ديت، ورقم كبير جدا مبالغ فيه. طيب اللي عرفك برضو ان الاعلان ده مضروب، بص على السي في اللي بيقول لك ابعت عليه ايمي ات، خد بقى الكلام ده كده كوبي وحطه هنا، تمام. دي شركة بتاع التوظيف، يعني كل همها انها بتجمع سيفات وبعد كده تبعت لك بقى مطلوب حاجة ب10,000 ب5,000 بالحاجات دي، تمام. فهو هدفهم ان هو يبعت يجمع سيفات، دي وكالة للتوظيف، تمام، وده موجود كتير، يعني بيجمع سيفات ويعرضها على اي حد عايز ان هو اي وظيفة. ده اعلان مثلا برضو المدير العام ووظيفة في 30 أو 60 دقيقة، اللي هيشتغل معانا هياخد أول ما تاخد 68 جنيه، أول ما تضغط على الرابط، والراتب اليومي 5,000 جنيه مصري، يعني كل يوم هديك 5,000 أو 10,000 مصري، تمام. فالوظيفة إيه؟ ومن خلال الموبايل، تمام، يعني من خلال الموبايل هتدوس على شوية زراير كده هتلاقيك خدت 10,000 جنيه في اليوم، وهتقعد تشتغل مش 8 ساعات، لا نص ساعة. هو عايزك تضغط على الرابط، تمام، قال لك بقى اللي هيضغط هيبقى ساذج او يعني فاضي، فنشتغله شوية وناخد منه الفيزا بتاعته او نحط له هاكر يسرق لنا المعلومات اللي عنده. فخلي بالكو، يعني مفيش حد بابا رويل هيدي لحد 10,000 جنيه في نص ساعة ولا في ساعة، احذروا من الإعلانات ديت.